بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عنوان الدرس كما رأيتم، هناك تمويهات يموه بها بعض الحاضرين، وبعضهم أيضا يحتفل بهذا الشهر المبارك حتى أنه يجعل لياليه كلها عيادا في كل موضع، ولكن هناك تشويشات وتمويهات يقوم بها ويضعف بها علاقة الجيل الحاضر بما كان عليه سلفهم الصالح. وقولي سلفهم الصالح، من السلف هنا؟ كالبصيري وكابن جابر الأندلسي وكالإمام الصاوي وكالقرطبي وكالسبكي وغيرهم، هذا بالنسبة لنا سلف، هذا بالنسبة لنا سلف. فإن الإمام ابن مالك في ألفيته عندما قال فائقة ألفية ابن معطي، ماذا قال بعد ذلك؟ وهو بسبط حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. قال شراحه لما كان الخلف مطلوبا بالدعاء للسلف، فابن معطي ليس من السلف الذي في اصطلاح العلماء، ليس من القرون الثلاثة، لكن كل جيل قبل جيل سلف للجيل الذي بعده، لأنهم هم الطبقة الذين أوصلوا لهم الدين. ولذلك قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكل جيل بعد جيل مطلوب بالتوقير والاحترام للجيل الذي قبله، ولا يمكنهم الاعتراض عليه، لأن كل جيل أخرج الله فيه من طفاحلة العلماء ما يمكنهم الرد، ما يمكنهم أن يردوا على من عاصرهم. على سبيل المثال، هناك أخطاء وقعت من الأئمة الكبار في زمن الصحابة، رد عليهم الصحابة. من الأئمة الكبار في زمن التابعين، رد عليهم التابعون. من زمن التابع التابعين، رد عليهم تابع التابعون تابع التابعين، والله تعالى كفانا المؤونة. فما بقي لنا إلا الاحترام والتعظيم والتوقير. ولذلك ذكر القاضي عياض وغيره، هناك ملحمة تقع بين العلماء المتقدمين الحاضرون الآن لا يمكنهم أن يدخلوا. ولذلك قالوا العلماء إياك أن تقع فيما وقع بين أبي ذؤيب والإمام مالك رحمه الله تعالى، أو ما وقع بين الإمام أبي حنيفة والإمام يعني الثوري أو الإمام الأوزاعي من التابعين أو غيرهم. على سبيل المثال لا تقع بهذه المسألة، لأن أولئك جيل لهم قدرهم ويمكنهم يعني ويمكنهم الردود فيما بينهم، كما قال محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الذي يقول فيه بعض العلماء أو الفضلاء لم يكن محمد مولود ولي صدق فالولي مفقود. رد الأجلة على الأجلة، أجلة هذا الأجلة، أما من هو مثلي لو قال له جليل هو لا تلميذ بالنسبة للماضين، هذا جو، هذا يقال له أف لهذا العصر إنه فسد حتى عدا أرنبه عن الأسد. بالنسبة لمن هو مثلي لا يقال له طالب علم بالنسبة لمن تقدموه، ولو شيخنا المراد الحاج رحمه الله تعالى توفي قبله، أو سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم، أو المختار بن أبونا، أو الشيخ محمد فارن المتان، أو أضرابهم، هذا يقال من هو مثلي، هذا ليس بطويل بعلم، بل هو طويل بطويل بطويل بعلم فقط، هذا هو الحقيقة. فليسأل الله تعالى المغفرة والرحمة
والرضا لهؤلاء الأسلاف الصالحين. وفي هذا العصر إنه فسد حتى عدا أرنبه على أسد. قال الإمام محمد مولود: رد الأجلاء على الأجلاء من الأبين والشيوخ دل مع قبول غير واحد النبي على جوازه وطلبه. رد على مالك بن القاسم. من رد على مالك بن القاسم تلميذه الأول؟ رد على مالك بن القاسم ونجه في الفقه غير القاسم. كابن مالك على ابن مالك، كابن ابن ابن مالك على ابن مالك، ابن ابن النحو الإمام يعني ابن مالك محمد بن مالك رد عليه ابنه، ولكن هذه طبقة يعني تتساوى في العلوم وتتقارب. حجة الإسلام الغزالي رد عليه أجلاء يعني معاصرون له يمكنهم الرد عليه ببعض الأمور، وبقي حجة الإسلام حجة الإسلام، وبقي ابن مالك ابن مالك، وبقي مالك رحمه الإمام مالك مالك، وبقي يعني الثوري الثوري، وبقي أبو حنيفة أبو حنيفة رد عليه أبو يوسف، رد عليه الشيباني، ولكن هؤلاء معاصروه ولهم الحق بأن يردوا عليه وبلغوا درجة العلم المقاربة له أو المماثلة، فهؤلاء حقهم. أما إذا صفي ذلك الجيل وجاء جيل فبعده وما بقي لهم مكان للرد، لأن الله تعالى كفانا المؤونة، كما قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، لما جاء واحد ينتقد الصحابة والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم من هذا الانتقاد، فقال له: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تلك دماء طهر الله منها سيوفنا وسيطهر منها ألسنتنا. الرد والقبول بين الصحابة ونحن كوفين المغرب، لا ندخل في هذا. إذا هناك تمويهات وتلبيسات يقوم بها بعض الحاضرين، هذا جور وظلم وتجاوز للحد. هناك قصائد تنشد في هذه المواسم وفي كل المواسم، لكن خصوصا في الشهر كقصيدة الإمام البصيري الذي يذكر فيها: وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. أقول لا، ليس البصيري وحده، انظروا إلى ابن جابر الأندلسي: الأمة لا تجتمع على ضلال. ابن جابر الأندلسي ماذا يقول؟ به نجا نوح في سفينته، به سال نوح في سفينته، معناه أن هذا النور كان ينتقل من ظهور الأنبياء والخيرين واحدا بعد واحد. وليس هذا كلام ابن جابر الأندلسي، وليس كلام الصاوي، وليس كلام البصيري وحده، وليس كلام المختار بن بونة وحده، وليس كلام ابن دداء هذا المتوفى قبل يعني عقود قليلة جدا، حيث يقول: فعن مغاني غواني لا غناء لها، نكب وبادر مبادر خاتم الهادي، نور تنقل من شئذ إلى أن يقول: نور تنقل من شئذ وصي إلى ذاني أولي العزم نوح سيد النادي، إلى الخليل إلى صلب الذبيح إلى إلياس خندفا سعد وسعاد، حتى تدلى إلى عمرو العلا فعلى أمر به كل محروم بأجداد. يقول المختار بن بونة: محمد المخلوق من بركاته ومن نوره أيوب والرسل نور. يقول البصير في همزيته: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، إلى غيرهم ممن لا يحصون عدلا. ليس كلامهم، ارجع إلى كلام العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى حين أنشد معنى هذه القصائد وهذه المنظومات أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فمعناها أن الأمة الإسلامية لا تتلقى الرواج المزيف، لا تتلقى إلا ما له أصول شتى. فالأمة الإسلامية، هذا مختار بن بونة، حيث أنه بعد قبل ثلاثة قرون وزيادة، أين مركزه؟ غرب موريتانيا، هذا محل النقد والمشاكل التي يتضارب فيها العلماء يوميا. وكم تلقى من النقد من تقد أحد رائيته، الناس يتعالجون بها. أنا أتذكر مراد الحاج يقرأها في أمراضه: إلهي إلهي أنت وحدك أرتجي، فما لي من زيد سواك ولا عمر. هذه القصيدة: لك الحمد يا الله يا الواحد البر، الذي يقول في خاتمتها:
محمد بجاه الذي أخبرت في الذكر أنه له في المقامات العلى رفع الذكر محمد المخلوق من بركاته ومن نوره أيه ورسوله ولولاه لم تخرج من العدم الدنا وضراتها والحور. هذه البردة الذي يسميها بعض العلماء البرأة، بعض الصالحين البرأة شفاء، وهي أصلها شفاء، حيث أن صاحبها، حيث إن صاحبها الإمام البصيري في القرن السادس، في أوائل القرن السادس ابتلي بفارج أمسك نصفه ما صار يتحرك، فارج يعني شلل كما تقول في الأيام، وشد بليلة نظمها في ليلة واحدة فأصبح وكأنهما نشط من عقال شوفية. فلذلك بعض الصالحين يسميها البرأة ليست البردة، ولكن السبب أنه رأى في رؤياه النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه بردته وشوفية. يتناقل العصور ألف سنة إلى خمسين عاما ما انتقدها أحد. هذا ابن ددة في زمن العصر الأخير الذي هو انتقاد غرب موريتانيا يقول: نور تنقل من شئث الوصي إلى ذاني أولي العزم نوح سيد النادي إلى الخليل إلى صلب الذبيح إلى إلياس خندف ذا سعد وسعد. هذا محل قرب بوتليميت، مكان مركز الشيخ سيدية، ومكان يعقوبي هناك، يعني وهو ابن عدود، هو خولته وابن عدود يعني يعقوبي. هذا مكان النقد ومكان المشاكل التي ما بقي وراءها نقد. غرب موريتانيا مكان النقد، ما انتقده أحد وما سمعنا أحد ينتقد، بل الناس يبالغون في قصيدتي ويقولون من أحسن القصائد المديحية. دعونا من المتأخرين، اذهبوا إلى ابن جابر الأندلسي، ما سمعنا أحد انتقده في قصيدتي الجميلة التي ألبها، سيكون في القرن السادس أو السابع. اذهبوا إلى الإمام الصاوي في تفسيره، اذهبوا إلى الإمام السبكي وهو فوق الجميع في القرن السابع، فقد قال ناقلا عن الإمام ابن كثير، فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نوره هو أول المخلوقات. هذا العماد بن كثير ناقلا عن السبكي، فقال إذن فنور النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المخلوقات وتقدم القلم إنما وتقدم النسبي، فأول ما خلق الله تعالى نور النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الماء، ثم العرش، واهتز العرش كما قال جسوس، وفي هناك حديث فاهتز فوق الماء وتحرك فكتب الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العماد بن كثير قال السبكي: فتبين من هذا أن تقدم القلم، أن قدمية القدم، أنه القلم يكون هو أول مخلوق نسبية، وإلا فأول شيء خلقه الله تعالى. اذهب إلى ابن حنبل، ابن حنبل هذا ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين النووي في لطائف المنن، في لطائف المنن يقول لك أن روح النبي صلى الله عليه وسلم اتصلت بنبوة قبل الكائنات. وأنا كنت جالسا وأنا صغير، لا أدري هل بلغت وقاربت سن البلوغ المراهقة، فكنت جالسا أمام المناط الحاجة وبجنبه لا أتذكر الآن، وكان يدرس أحد تلامذته تفسير القرآن، وأتذكر هذا الشخص من أقرب طلابه إليه محمد عبد الرحمن بن عبد الدائم الشريف من تلواجير، وهو لا زال على قيد الحياة حسب ما أتذكر، وكان يدرس القرآن وكان يقوله: سأل جابر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هو أول ما خلق الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. ثم إني لم أسمع أحدا يتعرض لهذا الأمر، هذا كان أول ما خلق مسمعي وأنا صغير جدا. ما بعد ذلك لما عفى الله عني تقدمت في التعلم، وأنا لست عالما، تقدمت في التعلم وجدت هذا مذكورا في كتب الشمائل كجسوس وكتب السيرة وغيرها، كتب التفسير عند قول الله تعالى: وتقلبك في الساجدين إلى غير ذلك. ولم أرى أحدا ينكر هذا أمان، حتى وصلت أمريكا ووجدت حتى من يحتفل بالموالد يعني ينكر هذا ويقول أنه كفر أو يقرب الأمر من ذلك. هذا كله تمويهات، هذا كما يقول ابن الخديم: أفل لهذا العصر إنه فسل حتى عدا أرنبها على سل. فهذه القصائد التي تذكر في هذا هي إنما هي تنويهات وتشجيع للمسلمين أن يعرفوا مقام نبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يتعلقوا به. وقد قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع أن هناك قاعدة
كل ما اختلف العلماء في أمر على أنهم اختلفوا فيه وكان في الجانب في أحد الجانبين رفع لمقام النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك مرجحا، كان ذلك من المرجحات إذا اختلف العلماء، مع أني لم أجد عالما يلتفت إليه عارض في هذا الأمر. فعندما نظرت المفسرين فإذا نظرت كتب الأصول فإذا هو الإمام السبكي، نظرت كتب التفسير فإذا هو الذي نقل عنه ابن كثير وهذا من المفسرين، نظرت كتب السيرة فهذا الذي ذكروه ويكروه، وذكرت كتب الشمائل فإذا جسوس وغيره، وإذا نظرت كتب العلماء كلهم من كل جيل فإذا هم يذكرون هذا ولا يذكره أحد، لأنه من باب الفضائل، من باب التعظيمات للنبي صلى الله عليه وسلم، من باب القصص القصص المؤثرة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسلم لا يشك فيها ولا يتريها. فإذا نظرت إلى كتب الأذكار ككتب الصلوات، فإذا جاء الصلوات المشيشية أمورها المغرب بن المشيش الذي عده سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم من الأربعين السادة الأولياء، خصصه أربعون وليا. هذا سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم فخر شنقيطة على الإطلاق وأصوليها وإلى ما لا نهاية، العطف لا ينتهي، فقيهها، مالكها، أشعريها، جنيدها وإلى ما لا نهاية، بيانيها إلى غير ذلك. فهو ذكر 40 من سادات الأولياء منهم سيد عبد القادر الجيلاني وابن المشيش المتوفى في شمال المغرب وقد زرنا قبره، خصوص الصلاة المشيشية والذي انشقت من نوره الأنوار، فآدم علوم آدم مندرجة في علمه إلى غير ذلك. هذا الإمام الجزولي المغربي المتوفى قبل ما يقارب 300 سنة يذكرنا، والذي عنده كرامة عجيبة، توفي في قبره في بحر السويس تقريبا في بلاد السويس، ودفن 70 سنة وبعد ذلك نقلوه إلى باس، فإذا هو لم يتغير جسمه. في دلائل الخيرات يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين نوره، وتداوله الأمة الإسلامية في مشرق الأرض ومغربها وجعله أورادا، ما قال أحد منهم كلمة بل يتبركون به ويجعلونه في أورادهم يوميا. هذا أمر مبروغ منه، من أراد أن ينكر هذا الأمر أو يشوش على المسلمين به اليوم فهو ضال مضل ومجرم ورجل مثلا سوء، وليتق الله تعالى وليتوب إلى الله سبحانه جل جلاله، وعليه أن يلتزم التوبة ويرجع ما هو فيه ولا يخطئ الأمة الإسلامية في مشارق الأرض والمغارب. ما تركنا بلدا من بلاد المسلمين، مصر، إمام السبكي مصري، الشامي كان بين مصر وسوريا، الإمام ابن جابر الأندلسي هذا من الأندلس، إمام ابن مهيب هذا من الأندلس، زكاوه ونور في سلالة آدم، وابن مهيب مدايح هذه ذهب بها الحافظ الدمياطي في القرن السادس، وقرئت تلك السنة في مسجد الحرام من كبار حفاظ الحديث. انظر إلى المختار بن بونة أين هو؟ هذا شيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم وأضرابه المجيدري وأضراب من هم عباقرة علماء الشناقطة، هذا شيء فرض منه. انظر إلى كلام الصاوي، انظر إلى كلام إلى غيره، لا يحصون عدد. انظر إلى كلام سليمان الجمل، انظر إلى كلام صاحب عقيدة الملائكة الجملي العثماني ماذا يقول في عقيدة الملائكة؟ بل خلقوا من نور خير البشر، الملائكة عليهم السلام قال خلقوا من نور خير. هذه العقيدة معروفة، وأنا تلقيتها لما كنت صغيرة في محضرة شيخنا المراد الحاج، الناس تصحها عليه الليل والنهار وتقرأها عليه وينقلها بيده ويكتبها ويقرأها على الطلاب ويعطيها للناس، ما قال أحد كلمة، وما هذه جائلة في القطر الشنقيطي وغيره من وأصله مغرب، ما قال أحد كلمة في هذا، بل الناس تتناقلها وتقرأها وتعتقد ما فيها. بل خلقوا من نور خير البشري سلام عليه وسلم، بل خلقوا من نور خير الخلق، يعني
الملائكة خلقوا من نور النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجسوس ذكر الحديث، هذا ابن أبي شيبة الإمام الحافظ من أضراب البخاري، انظروه، فقد صحح الحديث ابن عوامة هذا المحدث الآن الموجود في تركيا الآن، لعله ما زال موجودا هذا حسب عندنا. فالآن أخرج يعني نسخة من ابن أبي شيبة في هذا الحديث. هذا شارح زوج نظم غالي ابن المختار، غالي بن المختار فال البصادي الأنصاري، شارح نظم الزوجات له العلوي المدني، ذكر الحديث وقال أنه اطلع عليه في مكتبة السادة الكتانية في المغرب بسند صحيح إلى ما لا يحصل من العلماء. ويكفينا ما قال الإمام البصيري تناقلة الأمة الإسلامية وشرحه أكثر من 50 أو قرابة 50 من العلماء، منهم ابن حجر الهيتمي ومنهم الباجوري ومنهم القاري، حيث يقول محمد المخلوق، حيث يقول فيه وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس بالظلم، إلى غير ذلك من العلماء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم. فهذه التشويشات وهذه التمويهات وهذه التزويرات على الأمة الإسلامية والتضليلات للأمة الإسلامية ينبغي للحاضرين مثل أن يتوبوا إلى الله تعالى منها ويتركوا الأمة الإسلامية في هدوء وتعظيم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واحترام له ومتعلقين به. وأستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسرت به نسر لعقمي، محضتك النصح لكن ما تمرت، محضتك الخير أمرتك الخير لكن ما تمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقمي، ولا تزم وتقبل الموت نافلة ولا أصلي سواه فرضين، ولا مصلوع أعتقد أني من المصلي فرضين، وقل هذا قل هذا هذا. وأستغفر الله لي ولك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حبيب العالمين وعلى حبيب قدر قدرته. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ونعوذ بك أن نقول زورا ونخشى زورا، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء. الحمد لله الحمد لله وفي العمر كامل. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وبريته ولبيتك، وصلي على إبراهيم إنك حميد مجيد، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.